مساء الخير، انا شيماء عادل معاكم في كواليس الاهلي على كل الكره. في البدايه، لا صوت يعلو فوق صوت مباراه السوبر اللي هتكون بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه في الامارات. اكيد الجميع حابب يعرف ايه الكواليس وايه اللي بيحصل هناك. عايز اقول ان اتحاد الكوره في البدايه طلب من النادي الاهلي ان هو يكون بالتيشيرت اللي موجود عليه الرعاة السابقين، وده لانها بطوله تخص الموسم السابق، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يتوصل لاتفاق مع الرعاة السابقين في 2 منهم بس هيسافروا للامارات، وده نوع من انواع الدعايه ليهم وتوزيع الهدايا على الجمهور. ولكن التيشيرت اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في مباراه سوبر مش هيكون عليه اي من الرعاة سواء كان القديمه ولا الجديده. وعلى سيره الرعاة، خليني اتكلم على الرعاة الجداد في النادي الاهلي، ويمكن تيشرت النادي الاهلي اللي ظهر بيه امام اسوان ما نالش اعجاب الجمهور، وده لان النادي الاهلي استخدم ماده لاصقه اللي كانت موجوده عليها اتصالات على التيشرت، ولكن ده بسبب ضيق الوقت، ومع المباريات القادمه جميع الرعاة هيظهروا على تيشرت النادي الاهلي مطبوعين. اما الموضوع اللي شاغل كل الاهلاويه هو تسديد غرامه كهربا. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ ابلغ كهربا ان هو مش هيقدر يكون موجود معاهم في مباراه السوبر، وده اللي خلى كهربا زعلان لانه كان حابب ان النادي الاهلي يستعجل اكتر في دفع الغرامه، ولكن وعدوا النادي الاهلي ان بنهايه الشهر الغرامه هتكون مدفوعه واللاعب هيكون موجود مع النادي الاهلي. واكيد الجميع حابب يطمن على اخبار الفريق وكمان كولر قبل مباراه السوبر، خاصه ان في مباراه اسوان الجمهور كان مستاء من الاداء اللي كان عليه لعيبه النادي الاهلي، والحقيقه مش بس الجمهور، كمان كولر كان مستاء من اداء لعيبته، وده اللي خلاه في غرفه الملابس المغلقه بعد المباراه يدي اللعيبه دش سخن، وده بسبب عدم الدقه في التمرير اللي كان موجود عليه لعيبه النادي الاهلي، وكمان الانانيه اللي اتسم بيها عدد كبير من اللعيبه، وخاص كمان في الدش السخن اللي ادى لعيبه النادي الاهلي الثلاثه اللي كانوا موجودين في خط الهجوم، وهم قفشه والشحات وعبد القادر، وقال لهم ان كان لعبهم بيتسم بقدر كبير جدا من الانانيه، وحذر جميع اللعيبه اللي مش هيلتزم بتعليماته الفنيه هتكون في غرامه ماليه كبيره هتقع عليهم. وعلى سيره اللعيبه الغضبانه، يمكن كان في تصريح طلع او نصب، خليني اكون صريحه، لكولر، وقال ان ترتيب مهاجمين النادي الاهلي ومحمد شريف في المقام الاول وشادي حسين رقم 2 وحسام حسن رقم 3، وده اللي خلى حسام حسن يدخل في حاله من الغضب، وابلغ الجهاز الفني للنادي الاهلي ان هو تعرض لفتره ظلم وهو موجود مع موسيماني، ومش حابب ان هي تتكرر مره ثانيه، وحابب ان الجمهور الاهلاوي يشوف مستواه الحقيقي. في لعيبه كانت موجوده اساسيه السنه اللي فاتت في تشكيله موسيماني، المره دي مع كولر مش موجوده والجمهور مش شايفها وبيسال عن اسباب عدم وجودها، واهمهم هو ايمن اشرف اللي مش موجود، وهو ذات نفسه ما يعرفش اسباب عدم وجوده في التشكيله الاساسيه، ولما راح وحب ان هو يعرف ده من كولر رفض واستبعده من مباراه اسوان، وشاف ان هو بيتدخل في الامور الفنيه وده شيء ما يخصش اللاعب. كمان من اللعيبه اللي ما قدرتش لحد دلوقتي تقدم اوراق اعتمادها لكولر هو رامي ربيعه بيقابل مشكله يمكن من بدايه الموسم، ان هو كولر ما حطوش في ولا مباراه في القايمه، وده لان كولر مش مقتنع بيه لحد دلوقتي، وشايف ان اهم عيوب رامي ربيعه ان هو ما بيضغطش على المنافس بشكل قوي، وده اللي هو محتاجه من خط دفاع النادي الاهلي، وده بسبب ان هو ضيع عدد كبير من ضربات الجزاء في المباريات الوديه والتدريبات. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إن هو يتجاهل كل الأخبار اللي بتتكلم على إن شركة تذكرتي إدت له 900 دعوة مجانية من 3000 لحضور جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي أو المجلس تحديدا قرر إن هو يخرج 50 تذكرة، والسؤال اللي بيطرحه جمهور النادي الأهلي 850 راحوا فين. ومن الأخبار المفرحة اللي أكيد هتبسط جمهور النادي الأهلي إن بعد مباراة السوبر هيعلنوا عن بدء العمل في استاد الأهلي. إصابة ديانج واللي عملت صدمة لكولر والجهاز الفني للنادي الأهلي والجمهور وكمان قبل مباراة السوبر هي عبارة عن مزق في العضلة الخلفية وهيغيب من 3 لـ4 أسابيع. ويمكن من المفارقات القدرية واللي بتكون وش السعد على النادي الأهلي إن في نهائي القرن 2019 كان في غياب لديانج والونش بسبب الإصابة، أو تحديدا كانت إصابة كورونا، والمرة دي كمان في ماتش السوبر هيجتمعوا على الإصابة، خاصة إن إصابة الونش مكملة فترة طويلة واللي بنتمنى له السلامة، وديانج كمان عودا سريعا. في حالة ثبوت تورط محمد عادل دولا وأحمد سعيد لاعبي فريق الطايرة، قرر كابتن محمود الخطيب رحلهم عن الفريق، ولكن هو دلوقتي في انتظار تحيات النيابة. وفي النهاية كنت معاكم شيماء عادل، هستنى أسئلتكم في التعليقات. سلام.